ويليش شو اسوي يا ساني؟ ولك صار؟ انا على اساس امثل بهالمسلسل وجيت البادات هسه ما عندي مكان اروح له. وين ابات؟ واني ما عندي ولا فلس بجيبي. لك علي كمان راح ادور علي كمان. لك اتفل على حظي. لك اوقف، ليش تسوي هيك بنفسك؟ اوقف لا تبكي. با شنو خطر ببالي؟ اسمع، اني مديري عم نوري، بلكي يدبر لك شي يمنا. ها صدق تحكي؟ والله صدق تحكي علي كمان؟ صدق. ولك انت شكد رجال زين، الله يرضى عنك. تعال ابوسك، والله اليوم ابوسك. موح 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 موح. مرحبا عمو. مو من الصبح راح تدفع الفواتير؟ وينك لي هسه؟ سعب ليش هسه؟ صحتك عمو نوري، حقك، بس وليد كان جوعان واني عزمته على الاكل وتاخرنا على مود. هاي يعني وليد منو؟ قرايبك؟ لا مو قرايبي، هسه جديد تعرفنا. وعيني وين تعرفتوا؟ تعرفنا من كنا ندفع فواتير. صدق؟ اي وليد. شنو نسيت؟ وصار موقف كوميدي ويانا، ما تذكرت وليد؟ خطيه وليد. هسه ليش جبته لهنا؟ على مود هاي عمو نوري، هو منهز من القريه وجاي هنا لبغداد وما يعرف احد، ما عنده لا فلوس ولا شيء وجوعان. على مود هاي جبته على المكتب، قلت عمو نوري ينطيك شغل. وشنو انا قاعد اوزع شغل هيجي؟ عمو نوري انا قلت بنفسي تعال نروح على المكتب، انت تسوي شاي وتغسل السيارات وترتب المكتب واني اشتغل تاكسي. مو هيك عمو نوري؟ سهله، ما يراد لها شيء. ماكو هيك بطه، خلي ولن. وليد يغسل التكاسي وينظف المكان ويرتبه، وانت تبقى تسوي شاي، فهمت؟ الله يحفظك عمو. العفو ابني، وانت هنا حتبقى فتره اشيك شغلك وبعدين اتفاهم وياك اني. تمام. ها عمي شلون تشوف شغلي؟ عافية ابني وليد، عاشت ايدك، خوش تغسل والله. عبالك طالع هسه من الشركة، دا شوف لك علي كمال، دا شوف الغسل شلون يصير، طالعة جديدة. ما احب امدح نفسي، بس انا ما احب اشتغل شغل مخربط. ابويا دائما كان يقول ابني وليد من تشتغل شي سويه مضبوط. لك انت ايش دا تحكي؟ شنو هاي؟ يعني انت تسوي شغلك مضبوط واني بس امشي هيك؟ ايش تقصد؟ انت ما تستحي ولك؟ لا ضلعي، انت افتهمتني غلط، انا مو بقصدي شي والله. اسكت لك ولك كذاب، بعد البارحة كنت بلا شغل، انا جبتك على المكتب وبفضلي صرت صاحب شغل، بس هسه تحفر جوا راسي. ها منا ورايح المكتب هيك يشتغل وراح تتغير هواي شغلات. هنا اكو مراقبة، اللي يشتغل عدل هلبي، واللي ما يشتغل الله ومحمد وعلي وياه. يعني عمو نوري هسه انت تريد تقول لي انت حفرت قبرك بيدك مو؟ ايش تقصد انت مو؟